التسوية الرئاسية أكبر من كل الحسابات، وهي جنبت البلد الأزمات. الكلام للمنسق العام للإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى ردا على سؤال لتلفزيون لبنان حول العرقلة مع كل مطب سياسي، خصوصا ما جرى بالنسبة للموازنة. التسوية اللي أمنت حماية الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالسنتين الماضيين ما زالت ضرورة وحاجة لكل الأفريقا وللبلد، أنه تأمن حماية البلد اللي نقاش الموازنة اليوم كان عم بدور حول إنقاذ البلد من الخطر الاقتصادي اللي عم يتهدده، وبالتالي ما في مصلحة لأي طرف بإسقاط هذه التسوية. ما زالت التوازنات تحكم هذه التسوية، وبالتالي هي مستمرة، ونحن من ميلتنا صادقين ومتمسكين بهذه التسوية. وهلأ من خلال إقرار الموازنة عم بتعيد الانتظام لحياته الاقتصادية، ونأمل استمرارها بعيدا عن كل الطروحات والاجتهادات والمصطادين بالماء العكر اللي عم بيحاولوا دايما يثيروا بعض التشويش حول هذه التسوية لحسابات معينة، لكن التسوية بعتقد أكبر من كل هذه الحسابات. استاذ عبد السلام، يعني هل معركة الرئاسة فتحت منذ منتصف العهد؟ ما هو موقفكم من هذا الموضوع؟ معركة الرئاسة بعد بكير عليها، هي حق لأي شخص طامح يعمل رئيس جمهورية، لكن في حال فتحت باكرا فهي أزل العهد عم رح تكون. في كتير من الأولويات اللي بتتقدم على هذا الأمر اللي بيبقى أولوية للأشخاص الطامحين فيه، وبالتالي لا، يجب التركيز على كيفية إنجاح هذا العهد. الرئيس نبيه بري يعني عم بيسرع بخطواته مشان إنجاز قانون انتخابي جديد يعني قبل 2022، ما هو موقف تيار المستقبل من هذا الموضوع، وهل تؤيدون خطوة الرئيس نبيه بري؟ لا شك نحن كنا أول متضررين من القانون الانتخابي الحالي اللي قلص عدد كتلة المستقبل، ونرى أكيد أنه هناك ضرورة لتعديل قانون الانتخاب، وبالتالي نحن منفتحين على كل النقاش، ومن ضمنه اقتراح الرئيس بري اللي عم ندرسه، واللي صار لقاء بين كتلة المستقبل وكتلة التنمية والتحرير، وإن شاء الله نقدر يعني هذا النقاش لأول مرة كمان يصير على بكير كرمال ما نوصل لربع ساعة الأخير وينقر أي قانون. نحن بحاجة لقانون فعلا يطوي صفحة هذا القانون اللي كان قانون أرثوذكسي مقنع. اليوم يجب البحث عن قانون أكثر عدالة، وما يكون في الأبعاد الطائفية والمذهبية اللي أطلت بالقانون الأرثوذكسي واللي جرت بهذا القانون تحت ستار أرثوذكسي مقنع.